نبدأ سنة ابن ماجه. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطلاق، باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بشار بن دار ثقة ثابت أمين، روى له الجماعة. قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان. في سؤال مهم هنا، أنا أقطع الحديث، سؤال مهم جدا يعني اكتبوه عشان ماشي. اتفضل. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان هذا من أساطير المحدثين، شيخ أحمد بن المديني وشيخ الإمام يحيى بن معين. يحيى بن سعيد القطان قال: الثوري شيطان بشدة حفظه، كان متقنا متشددا في الجرح والتعديل، رواه له الجماعة. وعثمان بن عمر هو العبدي، قال أبو حاتم ثقة، ومر قال صدوق، قال أحمد ثقة، قال ابن معين ثقة، لكن يحيى بن سعيد القطان كان لا يرضاه. قال حدثنا ابن أبي ذئب. هذا قريم مالك، ابن أبي ذئب هذا قريم مالك، كان فحلا ودعك من الكلام بعضهم في بعض، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، قال أبو حاتم ثقة ثقة. شو أبو حاتم؟ أبو حاتم يقول ثقة ثقة، هذه انتزعت مش من فم الأسد، ماذا أقول، الغول لا يتكلم. أبو حاتم شديد جدا في مسألة التوثيق. شوف يقول ماذا يقول فيه، يقول ثقة ثقة أوثق من أسامة بن زيد. عن خاله الحارث بن عبد الرحمن مديني مخزومي ثقة، وقال أيضا أبو حاتم هو من فقهاء المدينة ومن عبادهم. عن حمزة بن عبد الله، يعني لحظة بس، يقال أنه اتهم بالقدر ولا أظنه ثابتا، يقال أنه كان على القدر ولا أظنه ثابتا. نعم. عن حمزة بن عبد الله. حمزة ولا الحارث؟ حمزة هو الحارث، قلنا اللي هو خال عن ابن أبي ذئب، عن خالي الحارث بن عبد الرحمن. ما قلنا؟ أنت نايم شيخ. لا انت يمكن قلت بقى انت نايم وانت بتبعت الرساله. عن خاله الحارث بن عبد الرحمن. الحارث بن عبد الرحمن وقال ابن المديني مجهول، وهو طبعا هذا الحديث حسن، لهذا هو يعني الحارث حقا مقارب، لذلك قال ابن حبان لم يروى عنه الا ابن ابي ذئب، وقال احمد لا ارى به باسا، فالكلام فيه مقارب، ولذلك هذا الحديث نزل درجه الحسن. عن حمزة بن عبد الله بن عمر. حمزة بن عبد الله بن عمر قال أحمد بن صالح الجيلي ثقة. عن عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، وهو الأثري التقي النقي، هو من السبع المكثرين عن أبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة. قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان أبي يبغضها، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها فطلقتها. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر من الثقات الأذبات، من أوثق الناس أو من أصح الناس كتابا في شعبة. قال حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، الثقة السبت الأمين، أبو بسطام، روى له الجماعة. عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب قال ابن عدي اختلط آخر عمري. عن أبي من سمع منه قديما مثل الثوري وشعبة فحديثه مستقيم، وهذا كما قلنا الاختلاط الرواة عنه ثلاثة مراتب ثلاثة، روى قبل الاختلاط وعلمنا ذلك، وكان نتكلم على الثقة المختلط، روى بعد الاختلاط، روى ولم نعلم قبل أو بعد، أما بعد فهو ضعيف، وأما قبل الاختلاط وهو ثقة فهذا على التوثيق، وأما الذي لم نعلم نتوقف فيه حتى تأتي القرينة المحتفة التي تؤكد لنا ضبط أم لم يضبط. عن أبي عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب قال النسائي ثقة، قال ابن صالح ثقة. أن رجلا أمره أبوه أو أمه شك شعبة أن يطلق امرأته، فجعل عليه 100 محرر، فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها، وصلى ما بين الظهر والعصر، فسأله فقال أبو الدرداء: أوف بنذرك وبر والديك. وقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله قال أبو الدرداء مرفوع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على والديك أو أترك. يعني كأنه هذا من باب إيش؟ التهديد.
كقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والله عليم وسترون عندما ترجعون. هذه مسألة عظيمة جدا وأدخلها المصنف في أبواب الطلاق لأنها فيها أن عمر أمر ابن عمر بأن يطلق امرأته. أولا بر الوالدين من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات، بل قد قرنها الله جل وعلا بأعظم بقضية الكون الكبرى وهي قضية التوحيد. قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقرن التوحيد قرن معه بر الوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل للجهاد فقال له كيف خلفت أبويك؟ قال أبكيان، قال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا البر بالوالدين إن من أبر البر أن بر الرجل ود أبيه، وهذا بر بعد ما مات الوالد أو بعد ما مات الأبوين. غرض المقصود بأن أفضل الطاعات هو بر الوالدين وأصلح الصالحات والتقرب إلى الله جل في علاه ببر الأم وبر الأب بالنفقة بالكلمة الطيبة بالإحسان وأيضا الرفق عند الكبر وأيضا الود وود من يود وأيضا البر لمن أو الإحسان لمن يحب الإحسان إليه، فهذا أعظم من أعظم الطاعات. ولذلك نقول بأن المرء اللبيب القريب يرى نجاته ويرى الجنة مع أبيه وأمه، فلا بد أن يجاهد فيهما ولا بد أن يحسن إليهما، لا سيما أن الله جل وعلا قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. شوفوا فلا وصاحبهما في الدنيا معروفة. لذلك اتفق الفقهاء أو الخلاف وارد، لكن جماهير الفقهاء قالوا بأن الوالد لا يقتل بولده، كان سببا في حياتي فلا يكون الولد سببا في مماتي. وانا نرى ان رايت في هذا الزمن ترى عجبا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من لعن والديه، فقام الصحابه يضجون قالوا اهو يلعن الرجل والديه؟ غير موجود عندهم هذا الكلام، لا احنا عندنا يضرب الرجل والديه، يقتل الرجل والديه. الان في هذه الازمنه التي لا اعلم بها الا الله جل في علاه نجانا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. فالبر بالوالدين من افضل الطاعات ومن اصلح الصالحات. اتى المصنف بها هنا على حديث ابن عمر بانها كانت تحت امراه يحبها، فقام عمر الخطاب فامره بتطليقها فلم يرضى، يحبها يريدها. فلما راى ذهب عمر فاشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد الله بن عمر فقال له يا عبد الله اطع اباك، فقال له يا عبد الله اطع اباك، فطلقها ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. كانت اصلا هنا في بر الوالدين. الحق هذه المساله مختلف فيها، لو جاء زيد او عمرو او عمير او حمزه فقال لابنه زبيد او قال لابنه اسيد فقال له طلق امراتك، يطلقها اقتداء بابن عمر وبرا به لقول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. اصل ذلك اسماعيل عليه السلام عندما جاء ابراهيم وقال له غير عتبتك، لما ترك الرساله مع امراته قال غير عتبتك، قال انه امرني ان اطلق، انت طالق، طلقها. فهل يطلقها؟ الحق ان ابا الدرداء في الحديث الثاني قال ذلك وبين انه لابد ان يطلقها، لانه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنه، فحافظ على والديك او اترك. فيرى ابو الدرداء بأن المسألة على العموم، إذا أمرك أبوك أن تطلق المرأة فطلقها وإن كانت من أطوع الناس، هنا المنهج. أما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يستدلون به، وأما أبو الدرداء فأخذها على العموم ليست على الخصوص، وعضد ذلك بسماعه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط الجنة، أوسط أبواب الجنة. لذلك المفتونة المأفونة التي لا تعرف قدر والدي الزوج، وإن كانت حقا تبر زوجها لا تبره إلا في والديه. أما تأتي يعني هناك مشكلة، يعني أرقوني أيام متتالية، الأب طلق الأم ويشتكي أن البنت لا تبره في أمه، وتأتي الأم تقول لي اتق الله واحكم بالشرع. قلت نعم أنا أسمع الآن، اتق الله واحكم بالشرع، هي بنتي مأمورة شرعا أن تبر جدتها؟ غباء مستحكم وجهل مطبق. فلذلك أقول حقا المرأة إذا أرادت أن تبر، المرأة إذا أرادت أن تبر زوجها تبر في والديه، وهذا الصدق في البر، هذا الصدق في البر أن تبره في والديه. فأقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فأنت لن
تصل إلى مرضات الله جل في علاه إلا بوالدك، ولن يرضى عنك حتى تفعل ما أراد. هذا على الإجمال. الطرف الثاني سعيد بن المسيب يرى أن مسألة طواعية الوالدين في تطليق الزوجة خاص بعمر، لأنه جاءه رجل فقال أبي يأمرني أن أطلق زوجتي وإني أحبها، قال كيف هي؟ قال مطواعة، قالت لو كان أبوك مثل عمر فافعل ما فعل ابن عمر، لو كان أبوك مثل عمر فافعل ما فعل عمر. وهذا فيه دلالة وحملها على الخصوص. والحق الذي أدين الله به لا هي على الإطلاق ولا هي على الخصوص، والمسألة تحمل وتحوي وتحمل التفصيل. فمن التفصيل أولا المرأة كيف هي؟ صوامة، قوامة، ذاكرة، طيبة، نقية، معاونة، ليست معارضة، امرأة تصره إن رآها، وهي أيضا خيرة الفعل، خيرة الكلام، طيبة الفعال. فهذه المرأة دينها قد تقدم عليها. الثاني أبوك لما أراد أن يطلقها؟ قال لأنه لا يهواها، لا يحبها، يراها يغار منها لأنها أجمل من أولاده. فهنا يأتي التفصيل لا تسمع له، وبره وأحسن إليه وقبل يديه ورجليه وأت له بالهدايا وجنب امرأتك أباك قدر ما تستطيع وأحسن له قدر ما تستطيع، وليس لك أن تطلقها. قال ردها إنها صوامة قوامة. فإن قال أبي تقي نقي وهو يبغضها لأنها لا تعاونني ولأنها لا تسمع لي ولأنه يغار علي كيف تعاملني بهذه المعاملة، أقول لك وجوبا لابد أن تطلقها، برا بوالديك تطلقها. أو يقول بأنها لا تبرأ أبي ولا تبرأ أمي، أقول لك طلقها. أما إذا الكفة تعادلت كانت تقية نقية بار بك وبار بهما وهما من الخير بمكان، لكن يريان لك امرأة أخرى، ما يريدون هذه المرأة، يريدون امرأة أخرى قريبة لهم لهما. هنا أنت بين مطراقة وسندان، والصحيح ألا تطلق وتتزوج ما أرادوا وتجمع بين الخيرين، ويكون جمع الله لك بين المرأتين وبين الطيبتين، وأيضا تدخل الجنتين بإذن الله على خير وود وأيضا على رفق وسماحة، لأنك بررت بوالديك وأيضا تمسكت بزوجتيك. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. وهنا الحديث الثاني بأن الرجل أراد أن يفوت من هذه المسألة عندما أمره أبوه بتطليق امرأته، جعل على نفسه نذرا بمئة أن يحرر مئة رقبة، نعم جعل على نفسه نذرا أن يحرر مئة رقبة. والمعنى هنا كأنه يقول لا أسمع لأبي، فامرأتي تقية نقية، وهذا السماع لأبي أو عدم السماع لأبي أنا أكفره بتحريم بعتق مئة رقبة، بتحريم مئة رقبة. فقال أبو الدرداء ما فت وما نجوت، فعليك بوفاء الوفاء بالنذر لمدح الله، الوفاء بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وعليك ببر والديك وأن تطلقها. وهذا منهج أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وأنا قد أتيت لكم بالتفصيل. هذا التفصيل هو الذي أدين الله به، وأن المسألة ليست على الإطلاق أن يطلق، وليست على الإطلاق أن يمسك. المسألة دائرة على التفصيل من الجهتين. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والسداد والرشاد. وهذه المسألة بفضل من ربنا ونعمة بأنها على الإطلاق، أنها قد أنهت لنا وختمت لنا كتاب أحكام الطلاق في من كتاب ابن ماجه. فقد أنهانا ربنا من النكاح ومن الطلاق، فلله الحمد والمنة، ثم لله الحمد والمنة، ثم لله الحمد والمنة، ذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. ونسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يختم لنا الكتب الستة بل الكتب التسعة على تهمتي الآن بكم. فنسأل الله جل في علاه أن يجعل في ميزان في موازين حسناتكم، ونسأل الله جل في علاه أن تتلو أن تتوالى الكتب المنتهية بين أيدينا إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. الفوائد المستنبطة: فضل ابن عمر، بل وفضل عمر، الحمد لله، نعم الحمد لله ثم الحمد لله، عظيم مكانة الوالدين، ابن عمر يحبها وطلقها من أجل أبيه، وجوب الوفاء بالنذر، مكانة الوالد هو من أوسط أبواب الجنة. العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. من وين هذه؟
العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. من وين هذه؟ من أين هذه؟ يا ممتاز يا دكتور تامر، قال على الوالدين صح، الوالد أوصك الجنة، قال فحافظ على والديك أو اترك. ليس هذا من باب التخيير، ليس هذا من باب التخيير، هذا من باب التهديد. فمن شاف الأمور مشاء فليكفر. هنا الفوائد كم؟ يمينا يمينا الفوائد. إذن تم بفضل الله ونعمه وكرمه وحوله وقوته ختام كتاب الطلاق من كتاب ابن ماجه. لو في أي أسئلة تفضلوا. أسجد لله شكرا. هناك من لم يجد في حياته إلا التيسير والتسهيل، فهل يتهم نفسه؟ استغفر الله، هذا التسهيل والتيسير أيضا من البلاء. ونبلوكم بالخير والشر فتنة. لا، ليس كذلك، بل التيسير والتسهيل هذا التيسير والتسهيل من الله جل في علاه بلاء من الله عليك أو عليك ليرى منك الشكر والعبادة. لأن كل قدر الله جل في علاه فيه ما فيه من البلاء والابتلاء على أساس أن يستخرج العبادة التي تكون موازية لهذا البلاء. فالتيسير والتسهيل هذا من الله جل في علاه يحتاج إلى الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم. قد فعل الله ذلك مع أهل مكة، يسر عليهم وأعطاهم، منحهم منحا عظيمة كما قال الله جل في علاه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف وجعلهم أعزة. هم رواد البيت ومع ذلك لم يشكروا، قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فهنا الله تعالى قد منحك هذه المنح فعليك بالشكر. بل الخوف كل الخوف، أن تختبر نفسك بذلك، الخوف كل الخوف، كلما أحدث الله لك نعمة ماذا تفعلين؟ أتزدادين في الشكر؟ اعلمي أن الله أراد لك رقيا ليس بعده نزول ولا هبوط. ثبت الله لك هذه الخير وثبت لنا ولكم جميعا هذا الخير، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا في خير وعلى خير وبخير، جزيتم الجنة جميعا. ما القول الراجح في المرتد، القضاء أم لا؟ قول الراجح في المرتد في مسألة الصوم، يقضي أم لا؟ المذهب أنه يقضي، المذهب أنه يقضي، والصحيح الرأي هذا دين الله أنه لا يقضي. مين؟ تامر؟ فين تامر؟ جارة ترسل ابنتها إلى جارتها لكي تذاكر لها، والابن هذه لا تعرف شيء في الكتاب حتى لو فهمت الشرح لا تعرف أن تكتب، والأخت ترى أنها تعيد وتشرح وأرجف ما توجه. روحيها لأمها. ليس هناك أي إجابة لك يا اتقوا الله غير أنها تذهب لأمها، لأن الأخت هذه اللي بتذاكر لها يهترم نفسها من الشباك، يعجلها سكتة قلبية، يا أمة يعني عقلها سيحدث فيه شيء. لما؟ لأنها تجلس أياما وليالي وساعات كلها هباء. ضع العلم في أهله، وأنت بالنية قد أحسنت ولك الأجر. نعم. كثيرا ممن ضاقت بهم ظروف المعيشة يقولون اللهم هجرة، فهل هذا القول يصح؟ نعم يصح، بأن الله تعالى قال أمرنا بالضرب في الأرض فامشوا في مناكبها. وفي السفر فوائد كثيرة. نعم. هل التعثر في بعض الحاجات من بغض الله؟ لا استغفر الله، بل التعثر في بعض الحاجات علامة على قرب الله جل في علاه، ولن يمكن المرء حتى يبتلى. يجعل التعثر في بعض الحاجات حتى تلح، حتى تتضرع، حتى تذل، حتى تتراجع، حتى تكون عبدا نقيا تقيا أمام ربك جل في علاه، حتى تفتقر فقرا صحيحا لربك، حتى تعلم بعظيم ربوبية الله جل في علاه، حتى تبتهل فتظرف عيناك دمعا فيرق قلبك فتكون عبدا صالحا تقيا نقيا. نعم. تقول التيمم لصلاة الفرض يجوز به صلاة النفل؟ نعم يجوز به صلاة النفل. نعم يجوز به صلاة النفل، وهل بينت ذلك في التيمم حتى لا أحرجهم. بس تقول البنت ما بتفهم شيء، والساعات الطويلة يعني ما بتضيع مني، ما أستطيع أن أنا يعني أفيدها وكده بالأدب وبالرفق ترد. لكن هذه النصيحة وجب أنك ترحليها، لأن أنت أصلا وقتك سيضيع هباء منثورا. نعم. الوضوء ينوى به صلاة الفرض والنفل. ايش؟ بالنسبة للوضوء ماله؟ ينوى به صلاة الفرض والنفل معا. يصح
طالما شرك بين الفضل والنفل. اي عكس فقط للنفل يصح لانه في رفع الحدث. نعم على الراجح الصحيح. وفوض امر الله تقول اطيب الله انفسكم الدروس الايه متعه. عارف ليه؟ عشان فيها شيء من الرقائق. وانا ابعد الناس عن هذا الامر، لكن انا احب التاصيل العلمي اكثر من هذا بكثير. انا ارى ان المتعه اكثر في الغزل مع التاصيل العلمي. هذا هو الفقه من اعظم الرقائق. لكن الحمد لله الجميع بفضل الله يستفيد والجميع بفضل الله يفيد. لا سيما ايضا المخاضر هذه نفع الله بها، لها نفع متعدي ما شاء الله نعلم ذلك، ونعلم ان الله تعالى كتب لها القبول، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. فعليه ان تعد بالنوازل على شكرا لله على ما هي فيه، وتشكر الله شكرا يحمل المزيد. ايوه نعم، قالت نعم هو كذلك، تقر امراه صريحه جزيت الجنه. لكن انا عندي، انا اخالفك، انا عندي الكلام على 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 التاصيلات العلميه اقوى بكثير ويرق القلب لها بكثير عن الرقائق. لكن ساقول لكم شيئا كنت اختبئه، اخذته من شيخي ولب فؤادي الشيخ ابو اسحاق، كان يقول دائما لتعلم الفرق البون الشاسع والفرق الواسع بين وعظ العالم ووعظ ايش الداعي، فروقات كبيره جدا جدا جدا. ولولا ان الناس يحتاجون العلم وتفرغ العالم للوعظ لكان ابلغ ما يكون في التاثير كما كان ابن الجوزي. تقول نفد الماء ولم يتبقى سوى فنجان من الماء وحان وقت الصلاة يتيمم. لا ما يتيمم، أنا بالفنجان أتوضأ مرات ثلاثة. رأيت أنت صحيح ولا لا؟ أنا أصلا ما أنام، كنت في المدينة وبعدين يعني قالوا سيصلون صلاة الاستسقاء، فكنت مرهقا جدا بعد الفجر، أصابتني غفوة يسيرة، وأنا الحمد لله ممكن أصلي لأن يعني كنت على هيئتي كما قال الشافعي وكان وضوئي، لكن أردت أن أنا أخرج من الخلاف، وكان بجانبي شيء من الماء أيسر مما يكون. الناس سابوا كل شيء ونظر ينظرون إلي، أنا بتوضأ بأقل من ربع الكوب وأبقي فيه ماء بفضل الله رفع علاء. الفنجان هذا أخشى أقول أغتسل به مش هينفع، لكن والله أتوضأ به أكثر من مرة. تتوضئين به واكتفي على ذلك عشان يسهل عليك، اكتفي بالفرائض، الوجه مرة واليدين مرة ومسح رأس مرة ورجلين مرة. نعم أمين رب العالمين، جزيتم الجنة. ممتازة يا مخضر، أسعدتيني بهذه الكلمة. نعم كل فقيه قد يكون داعية ولا عكس. نعم هو هذا، قلت أنا بالفلوس فقط يا أم البراء. نعم جزيت الجنة. نعم طلبة علم يشرعون في حفظ السنة بعد حفظ الأربعين وعمدة الأحكام، فاختاروا الجمع بين الصحيحين للإشبيلي، فما تنصحون؟ جيد جيد جدا هذا، بالعامية معذرة، نذاكر قشور وخلاص، ولا نعيد ولا نزيد حتى لا نحرجهم. هي جابت المسألة كده ايه، انتوا بتقول ايه، خليه يمشي ويروح ولا هي ادي له قشور، وهي هي بتقول كده يلا نذاكر قشور ولا نعيد ولا نزيد وحتى ما يحرجهمش. ماشي اعملي كده اتقوا الله، تدخل جيب لها الشاي وقول لها دي كده ودي كده وكده، يلا ماما روح بس يعني قشور ولا نعيد ولا نزيد، ما تاخديش وقتك عشان ما تضيعيش وقتك. بركتي يا سكينه احسن الله عليكي، نسال الله ان يرفعنا ان يجمع بيننا جميعا في كل خير وعلى خير. جزيت الجنة أيمان قرآن أنيسي، صلاة جمعنا في الجنة في مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. الطاهر عنده سؤال، هل صلاة الجهر عند فواتها تصلى جهرا في وقت السر والعكس؟ عند فواتها تصلى جهرا في وقت السر؟ لا لا، القاعدة الفقهية عند العلماء قالوا القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، تصليها على ما هي عليه جهرا جهرا سرا سرا. نعم جمعنا الله وإياك وكل الإخوة الأفاضل الأمارد في الجنة. نعم
هي بتقول حتى فيش قشور وبتاع بنعيد برضه بيصعب علينا وبنزيد، خلاص بقى عيدي وزيدي وموتي لوحدك بقى متق الله، لان انت ستصلي بعد ذلك الى ان عقلك سيقف. افعلي ما قلت لك احفاظا لوقتك. نعم يا عمر تحت امرك. قال عفوا ما بي ما عندك يا شيخ احمد حلمي، حفظك ربي يا احمد واستعملك لرضوانه وجعل مساعيك في مرضيه وعلمني واياك العلم الصحيح وجعلني واياك ممن يعض بالنوارز على السنه وان نحارب من اجل السنه وان نعلي كلمه السنه ونقمع البدعه، ونسال الله في عليائه ان يجعلنا ممن غرزهم غرزا واستعملهم استعمالا نقيا تقيا لنصره هذا الدين. جزيت الجنه يا احمد، اني احبك في الله والله. ما بها يا عمر؟ ما بها؟ حفظك ربي يا ام مسدد ورفع مقامك ويسر عليك امرك. انا بستبشر خيرا جدا بكنيتك، وكتب الله لك التوفيق والتسديد في كل صغير وكبير ودقيق وجليل. امين. واياك اتقوا الله. عمر بيقول يعني ان الاولى تعتذر لوالده الطفله يعني عشان هي وضعها عندها ثقه فيها يعني انها بتعلمها. طيب ماشي، ما قلت لك واما ان تحسن اليها بلطف وبقى حتى تحافظ على وقتها وبس، انتهى الموضوع. هل الأسئلة انتهت؟ اللهم اجمع بيننا وبين طلبة العلم يا رب العالمين في مستقر رحمتك، اللهم اجعلنا يعني مع معاذ بن جبل يا رب العالمين. كم كمية الدم الذي يفحش في النفس وبه ينتقد الوضوء؟ وكيف نميز هذه الكمية عن غيرها؟ ايش تقول؟ فضلا ايش؟ كمية الدم اللي هو فاحش في النفس وبه ينتقد الوضوء. هو الأحناف يقولون بقدر الدرهم وبعضهم يقول بقدر هذا، هذه ليس فيها ثمة شيء، والحق بأن خروج الدم من غير سبيلين لا ينقض الوضوء على الراجح. خروج الدم من غير سبيلين لا ينقض الوضوء على الراجح. كان ابن عمر يأتي الرعاف فيذهب فيغسل ويرجع إلى الصلاة. الراجح في الاحتجاج بالمصالح المرسلة فيها تفصيل يا أم البراء، المسألة فيها تفصيل. المصالح المرسلة في هذا الباب لا التمسك بها كلية ولا الترك كلية، والمسألة بالقرآن المحتفة فيها تفصيل. إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.